انما يعني انا بوجه له رساله، احنا شفنا محمد عباس كان لعيب جامد قوي في الاهلي، في لعيبه كتير جم وما كملوش ومشوا رغم ان ربنا مديهم كتير. اللي ربنا بيديله لازم يحافظ على اللي عنده، واللي يسمع كلام اداره النادي الاهلي والجهاز الفني يكسب كتير. ارجو ارجو ان هذا اللعيب ما يمبددش اللي ربنا مديهوله، ده يملك ثروه لعيب هاف. الهاف ده على فكره يعني عمله نادره جدا طبعا، ويوصلك للجول. يعني انا حزين عليه جدا، شايف انه لسه ما قدمش للنادي الاهلي ما يمكن ان يقدمه على حجم موهبته دي. ويعني لازم اشوف اي مهنه اي في مكاسب وفي تنازلات، لازم تعمل الموازنه دي، تنازل عن اللي في دماغك والعب كوره. هتبقى وعلى فكره اذا رحت لعبت في مانشستر يونايتد مش زي النادي الاهلي، لان النادي بيعرف واداك فرص كتير. اتمنى ان حد من عقلاء النادي يقعد معاه لاخر مره عشان يستثمر الفرصه. لانه بكذا مدرب، يعني لا يمكن العيب من كل المدربين، لعيب جامد موهبه بس لسه ما قدمتش عطاء حقيقي في الملعب. موهبه كبيره جدا بيبددها، خساره عظمى. وازارو مثلا اتمنى انه يهدى كده. انا يعني في حياتي قابلته مره واحده، كان يوم الكريسماس اللي فات، قلت له انت في نادي كبير ماخذ، انا شايف في عند في احنا محتاجين برضو طبيب نفسي داخل النادي. والتجربه دي كان عملها مانويل جوزيه، لازم طبيب نفسه يتعامل مع ثقافه اللاعب. محتاجين موضوع ديبيت، موضوع جدلي يا استاذ عمر. ناس تقول ده مهم جدا وبيستعان بيه اخصائيين نفسيين في اشهر فرق العالم في الرياضه مش بس الكوره، وعقدتوا الامور قوي والكوره مش كيمياء للدرجه دي، وطول عمرنا بنشوف نجوم كبار واجيال بتحقق بطولات ما فيهاش التخصص ده في الجهاز الفني. نوصل للادق في الرايين ازاي؟ انا رايي خلاص كل حاجه بتتطور. هي دي الكوره، كانوا زمان بيلبسوا جزمه خشب. فالحياه في تطور، في ثقافه واحد مش عارف قيمه ما يملك. لازم طبيب نفسي يهيئه عشان يمشي على التراك الحقيقي اللي يخليه يقدم حاجه مختلفه. يعني وان مانويل جوزيه يستعين بده في فتره، انت محتاج ده لبعض اللاعبين اكيد. واللي بيفرط في فانيله النادي الاهلي، والله ما انا عشان اهلاوي هيخسر كتير قوي. حضرتك قلت في بدايه الحوار اللي استفادوا وكملوا وارتبطوا بالنادي الاهلي وادوا له ما يستحق من عطاء استمروا يعني ونجاحاتهم مع النادي الاهلي حتى اخر يوم في حياتهم طبعا. والعكس صحيح، مش في حياته بس، ده بعد ما مات. هو الانسان بيسيب ذكرى، يعني كلنا هنعيش فتره. اجمل شيء ان ما هو صالح سليم ليه بنتكلم، فريد شوقي ليه بنتكلم، لانه ادوا. انت محتاج حد مش شده ودن، نصيحه اخ كبير، نصيحه. انا ما شايف في مواهب حرام. النادي الاهلي في بطوله افريقيا هذا الموسم، الكل متفق مع حضرتك، مشاهدي القناه، جماهيرنا، كل الناس اللي بتتابع حضرتك دلوقتي، شايفه ان الاهم والتارجت الاهم الموسم ده هو بطوله افريقيا.